اليوم في لاسكام كتنظم الجمع العام العادي بني الدار البيضاء. الجمع العام العادي بعد تلاوة التقرير المالي والأدبي تم التصويت عليه بالإجماع من طرف الجمع العام. ناقشنا فيه ما تحقق في 2023، كما أنه تم موافقة على واحد المشروع مهم اللي يواكب مسجلين السيارات في خلال السنوات المقدمة، خصوصا أن المملكة مقدمة على واحد المشاريع كبيرة، منهم كأس أفريقيا، منهم كأس العالم. وكنعرفوا أن السيارات الكهربائية عاجل السوق المغربية، الحمد لله كاين الآن في السوق المغربية، وإنما ما عندناش المحطات الشحن الكافية باش هذه السيارة هذه تكون رهن إشارة الزبون اللي جاي من خارج المغرب باش يستفد منها خلال التنقلات ديالو داخل المملكة. فلاسكام قررت انها تدير واحد 200 محطة شحن عند مستأجرين السيارات اللي غيكونوا يستافدوا منها الزبائن ديالهم، ويستافدوا منها الناس اللي عندهم سيارات كهربائية يمكن لهم يشحنوا السيارات ديالهم عند مستأجر السيارات، وهو بهذه الطريقة هذه يمكن له انه يكون مستعد باش يكون عنده واحد القدرة تنافسية من يدخل سيارة كهربائية واللي عندها واحد الصدى كبير. كما ان هذه خطوه استباقيه لفلاسكام باش تهيئ المستأجرين السيارات من المغرب لهذا الانتقال التكنولوجي. اذا هذا تم الوافقات عليه بالاجماع، وان شاء الله من هنا 31/12 غنكون يمكن لنا نوضعوا 200 محطه شحن. هاد الشركات اللي جاوا باش يتلاقاو في اطار واحد اللقاء اللي تنظمته لافلاسكام مع الشركاء ديالها المهنيين في قطاع كراء السيارات. كما كتعرفوا فبلادنا انخرطات في الاستعمال ديال الطاقه النظيفه، وهاد الشركات الشركاء ديالنا جاوا بيقدموا السيارات الجديده، خصوصا السيارات اللي كتشتغل يعني السيارات الكهربائيه، باش نعرفوا بهذا المجال وباش نساهموا في المواكبه ديال هذا القطاع في اطار يعني التنمية ديال الاقتصاد الوطني، وكذلك تشجيع السياحة الداخلية والخارجية.